السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، إزاي تعرف عمر الحمام خاصة وهو زغليل، وإزاي تعرف الحمام ده هيبيض إمتى. في ناس سألوني كتير على الموضوع ده. طبعا إحنا بنتكلم الكلام ده للمبتدئين، الناس اللي عارفة طبعا هي عارفة، الناس الخبرة هم عارفين أكتر مني. قبل ما نبدأ الموضوع النهاردة، بطلب منك تعمل لايك وتشترك في القناة من العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو، وتفعل زر الجرس اللي هيظهر، واختار الكل. معانا المجموعة الزغاليل دي، هم نقول 6 زغاليل من أعمار مختلفة، فيهم لسه اللي بيصاصي، فيهم لسه اللي هو فيهم اللي هو بقى كاتم، الكاتم يعني دخل مرحلة الشباب، ما عادش بيصاصي. هنشوف ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده، وازاي تعرف ان الحمام هيبيض. تعال نخش على الموضوع. معانا اول زغلول، هو زغلول كاتم، بسم الله ما شاء الله، ده نوع زاجل يا جماعه. هنشوف اول نمسك الجناح ازاي ونعد الريش ازاي. طبعا حضرتك بتمسك الرجلين كده ومع الديل، ونفرد الجناح بالشكل ده. هنشوف هو الطبيعي اول ما الزغلول بيكتمل الريش وهو لسه بعد الفطام، بتلاقي الريش لحد هنا كده 10 رشات، 10 رشات اتجاههم لبره كده للخارج، وعشر رشات اتجاههم لجوه. لو بصينا هتلاقي الفرق اهو، واضح اهو، هتلاقي فيه ريشة هنا صغيرة. الريشة دي اللي الزغلول يقول لك رامي ريشة، الزغلول ده رامي ريشة يعني موقع ريشة. نبص كده تاني، نعد اللي بره، المفروض يا جماعة ان هم كام؟ 10 رشات. نعد اللي هم بعد الريشة الصغيرة دي، الريشة الصغيرة دي اللي هو رماها، نعد كده 2 3 4 5 6 7 8، يبقى ده عليه 8، يتقال عليه 8، وموقع ريشتين يعني يقول لك فاكك ريشتين. انا بكلمك باللغه اللي مش عارفين يعني ايه فاكك، يبقى يعني موقع ريشتين، بيبدل الريش ده يا جماعه، ال 10 ريشات دول يتبدلهم، يفضل يبدل دي بالترتيب كده، يجيب من جوه كده الريش يقع من جوه من هنا من اول ريشه. طبعا دي اتبدل واحده قبلها، ده موقع ريشتين، بتبدل اول ريشه من الداخل كده، وبعد كده بالترتيب دي تقع، بعد كده اللي بعدها تقع، بعد كده دي تقع، بعد كده دي، وهكذا لحد اخر ريشه ما تقع، اللي هي اخر ريشه اللي بيسموها الصمه. الريشه دي ممكن الزغلول يشتغل وهو عليه ريش لسه ما وقعش، اه ممكن يعني فرد الحمام ممكن يشتغل وهو لسه عليه ريشتين وتلاته واحيانا اربعه، لكن الافضل ان انت تسيب الزغلول او الفرد الحمام لحد ما يكتمل ريشه علشان يكون كامل النمو. وهقول لك على عيوبها ايه الحكايه دي. شفناها الريشه الصغيره دي اللي احنا بنعد من عندها دي، اهو دي الريشه الصغيره، مالكش دعوه باللي باصين لجوه دول، باصين ناحيه فرد الحمام، احنا بنعد اللي هو باصص للخارج، اللي جوه دول بقوا 10 بقوا 12 بقوا 11، مالكش دعوه بيهم. معانا الزغلول التاني ده، لكن هنقول معلومة كده يا جماعة، أول ريشة من ال10 ريشات بتتبدل في عمر شهر ونص. الريشة يا جماعة بالنسبة للزغاليل زي الأسنان اللبنية بالنسبة للأطفال، وقت ما غير الأسنان اللبنية يبقى وصل لسن البلوغ. طيب هنشوف عمر الفرد ده، زي ما قلنا بيبدأ في التبديل من عمر شهر ونص، هتعرف، وكل 15 يوم تقريبا بيبدل ريشة. ده بالنسبة للحمام اللي صحته سليمة، اللي انت بتأكله بأكل مظبوط وبتغذيه التغذية الصحيحة، بيكون بيبدل أول ريشة بعد شهر ونص، وكل 15 يوم بيبدل ريشة. يعني لو حسبتها هتلاقي من وقت الفأس لساعة ما يبدأ يتزاوج ويبيض ويطلع زغاليل يكون 6 شهور إن شاء الله بالتمام. لكن بتختلف طبعا زي ما قلت لحضرتك على حسب التغذية والاهتمام. طيب ده الفرد ده هنقول عمره قد ايه من عد الريش. هنشوف كده، نفرد الريش اهو زي ما قلنا ال10 ريشات الخارجيين، لو عدناهم كده مع بعض 2 4 6 8 9، نوصل للتسعة ونفتح كده، هنلاقي الريشة ال10 اهو، الريشة ال10 اللي هو بدلها، اول ريشة يبدلها، يبقى اول ريشة دي بتتبدل كده من عمر شهر ونص، بعد 15 يوم يبدل، يوقع الريشة التانية دي، يقول لك فك الريشة التانية،
15 يوم يبدل الثانيه، 15 يوم يبدل بعدها، وهكذا وهكذا كل 15 يوم لحد ما تلاقي بدلهم كلهم يبقى عمره 6 شهور. يبقى عرفنا اللي بدل ريشه عمره كام؟ شهر ونص. لما يبدل الثانيه اللي بعدها هيبقى عمره شهرين. بدل اللي بعدها تلاقي الريشه دي مش موجوده وريشه قصيره، يبقى شهرين ونص، وهكذا كل 15 يوم يبدل ريشه. نجيب واحد كمان علشان نأكد على المعلومة. ده فرد كمان هنشوف برضو نقول عمره قد ايه وفاكك كام ريش. هنعد برضو زي ما قلنا الريش الخارجي، هنعد الريش الخارجي نشوف كده مع بعض. نبدأ من برة لجوه، 2 4 6 8 8. لو شفنا الريشة اللي بعد التامنة، الريشة الصغيرة اهو، الريشة الصغيرة اللي هو مبدلها دي، يبقى دول 4 6 8. يعني فك ريشتين يعني معناها ايه؟ قلنا اول ريشه من شهر ونص، بعد 15 يوم يبقى ريشه، يبقى ده عمره شهرين. كده عرفنا عمر فرد الحمام اللي معانا قد ايه، وكده نقدر نربي من غير ما حد يضحك علينا، ونقدر نشتري ونعرف هيبيض الحمام امتى بالشكل ده، وتعرف الزغلول من الحمام الكبير. هنشوف كمان اوريكم حاجه، عينا مثال زي ما قلنا يا جماعة، يعني زغلول كاتم يعني زغلول مش بيصاصي. طيب يعني الحمام كده هيشتغل امتى؟ الحمام هيشتغل لما يفك العشر ريشات او يغير العشر ريشات، هيكون جاهز للشغل، يكون عمره حوالي 6 شهور زي ما قلنا. لو قلنا في حمام بيشتغل قبل كده وهو لسه عليه ريش، ايوه فيه زي ما قلنا، لكن له مشاكل تانية، يسيب البيض يبرد ويقوم يسيب البيض، النتاء ممكن يكون بيضها صغير وممكن ما ترقدش على البيض زي ما قلنا، ولو طلعت زغليل ممكن ما تاكلهمش كويس او تدوس عليهم تموتهم. اما الذكر، الذكر ممكن يطلع بيضه فارغه وبيضه مخصبه، او ممكن يطلع بيضه كله فارغ، ده لان لسه الريش ما اكتملش ولسه الحمام ما عندوش خبره. يبقى الافضل ما تشغلش الحمام الا بعد ما يكتمل الريش، لكن هو ممكن يشتغل ولسه عليه ريشه او 2 او 3 واحيانا 4. طيب دلوقتي هنشوف الفرد اللحم ده. ده فرد حمام عمره أكبر شوية زي ما شفنا زغليل، زي برضو ما هنشوف حمام عمر أكبر. شوف أولا شكل الفرد، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طيب هنشوف هنا شكل الجناح زي ما شفنا قبل كده، زي ما قلنا احنا بنعد العشر ريشات اللي برة. هنشوف هنا الريشة القصيرة فين اهو، يبقى ده عليه ريشتين، يبقى فاضل الريشتين دول ويشتغل. يعني ده يبقى قدامه زي ما قلنا الريشة 15 يوم، يبقى قدامه كل ريشه 15 يوم، يعني قدامه شهر ويشتغل ده. طب ممكن يشتغل قبل كده في العمر ده؟ ممكن، ممكن قبل كده كمان، لكن الافضل ان هو يشتغل بعد ما يخلص الريش. يعني لو اشتغل انت عزله وخليه يخلص الريش احسن عشان يكتمل نموه، عشان ما يحصلش مشاكل. ممكن يكون ما عندوش خبره ان هو يطرق البيض، او ان هو ما ياكلش الزغاليل، يعني في مشاكل ممكن تحصل من كده، او يطلع البيض غير مخصب، او يطلع يبيض بيضة واحدة. دي المشاكل اللي ممكن تقابلك لو هو اشتغل في عمره صغير. دوت فرد تاني تمام، اللحم برضو نشوف عليه ريش قد ايه. ده مخلص ريشة يا جماعة، اخر ريشة اهي، الريشة دي تكمل في خلال ايام، يعني يعتبر كده خلص ريشة، الريشة بس دي تكمل ان هي نموها يكمل. اخر ريشة هو اللي بيقولوا عليها الصمة، ما تشغلش بالك بالاسامي، المهم تعرف دي اخر ريشة اللي هي وقعت دي، خلاص طلعت اهي ريشة صغيرة، الريشة الصغيرة دي تكمل، يبقى كده خلاص خلص ريش، وهو اصلا دلوقتي ممكن يشتغل، لكن زي ما قلت لك اما يخلص ريش يكون افضل. فرد كمان شوف عليها ايه، برضو هنا اخر ريشة اهو يا جماعة عليها الصمة اهو، لو فردنا الجناح اهو اخر ريشة طلعت اهي، يبقى دي وقعت وطلعت زي ما قلنا، زي ما شفنا في الزغليل اللي قبل كده اهو، كده دي اخر ريشة، عشان كده الناس تعرف ايه الحمام يكون جاهز على الشغل ازاي. هنا برضو فرد تاني، هما متجوزين على كده لكن لسه ما اشتغلوش ولا عش تمام اهو، ايوه زي ما قلنا. شوف ده حضرتك عليه 2 اهو، 1 2 تمام. لما يخلص الريشتين دول يشتغل. الفرد ده برضو اهو عليه اخر ريشة الصمة اهي، زي ما انش اللي انا ماسكها في الطرف دي في ايدي اهو، يبقى ده مخلص ريش برضو عليه اخر ريشة اهي، خلاص
دي خلاص وقعت فهتكبر بس وكده خلاص ان هو جاهز على الشغل. طيب تعالى نشوف الجدول ده اللي انا عملته. واحدة رمى ريشة من عمر شهر ونص، رمى اتنين من عمر شهرين، تلاتة من عمر شهرين ونص، اربعة من عمر 3 شهور، خمسة 3 ونص، 3 شهور ونص، ستة 4 شهور، سبعة 4 شهور ونص، كده تعرف عمر الزغاليل. رمى 8 5 شهور، رمى 9 5 شهور ونص، رمى 10 6 شهور، كده اللي هو جاهز للشغل اللي هو بعمر 6 شهور اللي بدل العشر ريشات. فيه طريقة تانية يا جماعة، في واحد يقول لك عليه كام ريشة وفي حد يقول لك رامي كام ريشة. يعني في البداية خالص لما يكون رامي ريشتين أو ريشة يقول لك إيه، زي مثلا اللي هو ده رمى ريشة يقول لك ده رامي ريشة، رمى ريشتين يقول لك رامي ريشتين، أو ثلاثة يبقى رامي ريشتين اللي هو يعني غير ريشتين. ممكن اللي هو ثلاثة مثلا زي كده يقول لك عليه 7، يعني ده من العشرة يبقى لسه باقي عليه 7 اللي هو ده. تطرحهم كده من العشرة، الثلاثة من العشرة يبقى لسه عليه 7 بالشكل ده. رمى 2 يبقى لسه عليه 8، رمى 1 يبقى لسه عليه 9، رمى 4 يبقى لسه عليه 6، رمى 5 يبقى لسه عليه 5، رمى 6 وهكذا. أرجو إنك كده تكون استفدت من موضوع الفيديو وكون عرفت أوصل المعلومة بشكل صحيح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.